بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون جميعا، شوط الختام لهذه المكرمة، مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين التي تعم كافة ميادين الدولة. شكرا يا أبو سعيد، شكرا يا أبو سعيد على هذه المكارم التي تأتي سنويا منذ 30 سنة، وهذه المكرمة مستمرة في التجهيز لبداية الموسم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط العاشر والخاص بالبكار. نتابع معكم المقدمة والمركز الأول، المركز الأول والصدارة مشاهدينا مع تكريم لسالم بن عبيد بن علي الدرعي يتقدم بالمركز الأول. المركز الثاني، هناك الوصول في المركز الثاني من قبل منصة أو منصة، نعم منصة، لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي هي التي وصلت وتدخلت في المركز الثاني. النقلة في المركز الثاني من الجانب الآخر، منحاف وصلت، منحاف لراشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري. يا مرحبا ومسهلا يا أبو عبد الله، انطلاق مميز وكبير من الجانب الآخر، اسم مميز أيضا. النقلة القادمة في المركز الرابع، الرابع وصلت حملولة لمحمد بن سيف المايد المزروعي، تقدمت بشعار أبو سيف. النقلة في المركز وين؟ وصلنا الخامسة، الخامسة التواجد مع شقرة لسهيل بن عوض بن قشمان المنصوري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى. خلونا نشوف ما يدور في الصدارة، مين اللي غير من الجانب الآخر؟ غير التكريم، وتكريم تكريم تبع تكريم شوط الختام، تكريم لأبو عبيد سالم بن عبيد بن علي الدرعي اللي قادمة من ميدان الرقاعات مصانع الجنوب، تشكل خطورة هنا في هذا الشوط مشاهدينا في كل مكان. سلامي لهناك مشاهدي الاعزاء، ميدان الرقاعات ومصانع الجنوب مشاهدينا ما شاء الله بمدينه العين. النقله القادمه مع منصة محمد بن خلفان بن محمد الغفلي قادم من ميدان اللبسه، اداء جميل مشاهدينا. يا سلامي عليك يا الغفلي، هنا ابو خلفان. النقله القادمه من الجانب الاخر، الجانب الاخر يا ابو يوسف مشكور، هناك منحاف، منحاف لابو عبد الله راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، هو الاخر متواجد ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني دخل في هذه في هذا في هذه الاشواط وفي هذا الركض ما شاء الله، يستاهل، يستاهل بن حوفان. هنا ايضا مشاهدينا النقله القادمه مع هملوله لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي، شوف اللي وصلت الان وبدات تتسلل الاخرى، انطلاق مميز وكبير مع شقره لسهيل بن عوض من قشمان المنصوري. وصل ابو عوض، نعم، مرة اخرى ونحن نوصل ونعود للصدارة، نعود للاداء بعد وصلنا لوحة الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير. يا سلامي عليك يا ابو عبيد سالم بن عبيد بن علي الدرعي، يا سلام، متدرع بالمركز الاول، متدرع بالشوط الختام، قادم مصانع الجنوب ميدان الرقعات، يتقدم بقوة الاقوياء، يتقدم بقوة الاداء الجميل ما شاء الله على كريم. اسم على مسمى، اسم على مسمى، مطاردة ملاحقة من قبل منصة، منصة لأبو خلفان، محمد بن خلفان بن محمد الغفلي يتقدم بالثاني. يا سلام بالشعار الجميل الأصفر بالأزرق ما شاء الله عليك يا الغفلي، أداؤه جميل، شوف حركها، إليك التحية، حركها الغفلي وحركها الدرعي، والشوط زاد السخونة، ارتفعت درجة حرارة الشوط، ارتفعت، نعم، ما هو الشوط هذا شوط، ما هو الشوط، الله عليك يا ابو خلفان، قلنا ابو خلفان، كلمناه وكلمها وكلمه وكلمناه، والشباب مع السوشيال ميديا حاضرين، شوف اعطاني لقطه على السياره من الجانب الاخر، اعطاني للنسانة اللي من الجانب الاخر ما شاء الله كيف متابعين لهم التحيه، قوم الغفلي كافه من هنا لغايه لين ميدان اللبسه لهم التحيه، من ابو ظبي اللبسه السلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، استاهل استاهل، منصه منصه، واسم جميل،
محمد بن خلفان بن محمد الغفلي بالمركز الأول بالصدارة، قدم شوط الختام الغفلي أبو خلفان، لك التحية وسلام، سلامي للغفلي سلام، أحلى تحية واحترام لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي. لا ننسى تكريم قدمت أداء جميل لسالم بن عبيد بن علي الدرعي، واللي وصلت المركز الثالث كانت منحاف لراشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، والتوقيت الزمني 4:44.15 هو توقيت منصة، التي بالفعل منصة لكل سبق والناموس لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي سلام، لقوم الغفلي كافة، وتحية واحترام. هكذا وصلنا معكم مع الختام، وفي الختام تقبلوا تحيات الجميع وتحيات اتحاد صبغات الهجن على هذا التنظيم الجميل، وتحيات مصورنا أبو يوسف، والتحية لكم جميعا، وهذه تحيتي عبد الله العمدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية بن حبروت لكل المشاركين.